استاذ غانم زيلي، اهلا وسهلا بيك، منور فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي ومشاركه فيلم غدوه. كلمنا عن مشاركتك بفيلم غدوه وفعاليات في فعاليات مهرجان القاهره السينمائي. فيلم غدوه هو فيلم تونسي يختلف تماما عن كل الافلام التونسيه اللي انا عملتها. فيلم من اخراج ظافر العابدين طبعا، واللي هو الدور الرئيسي في الفيلم، وهذا الشيء خلق طاقه مختلفه عن انه يكون المخرج وراء السكرين يتفرج على التيك من برا. لما يكون المخرج بارتنر، هذا شيء خلق سلاسة كبيرة في التعامل وقدرة وإمكانية أن نمشي ونأول المشهد ونروح في أكثر من منطق في نفس المشهد بين التيك والتيك الثاني. هذا التجربة يعني بالنسبة لي كانت استثنائية، والمشاركة اليوم في مارش ما أنا كنت أحكي لك وكنت نحكي لك أنه لما يكون البارتنر الممثل اللي معاك اللي هو هو نفسه المخرج في غياب السلطة الثالثة اللي وراء سكرين من برا، هذا شيء يخلي العلاقة والعملية تتعدى بسلاسة، فهمت، بدون ما عندها بشكل ربما غير مباشر أصلا، يعني فيش ملاحظات من برا في أن احنا اثنين جوا ونحاول نطور مع بعض. وهذا شيء طبعا مش ممكن يكون غير أنه استثنائي. طبيعة الدور إيه؟ إيه الصعوبات اللي واجهتها في تجسيد الشخصية؟ بالضرورة راهو أي دور يكون فيه صعوبات، مش بالضرورة. والصعوبات طبعا هي نفسها مع في تعاملك مع كل شخصية، لأنه هو من القراءة الأولى في إحساس يتولد من القراءة الأولى، الإحساس هذا هو اللي يكبر ويتطور لحتى يصير تعبيره في النهاية تقدمها قدام الكاميرا. فأحيانا الصعوبات تكون لما يكون الشيء المكتوب بيكون ما فيش أحساس فيه من الأول، لكن في التجربة هذه ما كانش فيه صعوبة، بالعكس تماما كنت نحكي على السلاسة في التعامل. مشاركة الفيلم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي شايفها إزاي؟ التحضيرات للفيلم برضو خدت وقت طويل، وقت قصير، تجربة في حد ذاتها. أول شيء مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، أنا أول مرة أحضر مهرجان القاهرة، حضرت مهرجانات أخرى عالمية، كنت في مهرجان كان في 2017، حضرنا في مهرجانات عربية أخرى، لكن مهرجان القاهرة في شيء استثنائي، لأنه تحس العشق متاع الناس في الشارع على السينما، تحس أنه في حدث موجود، يعني مهرجان القاهرة، وهذا يدل على تقاليد السينما في مصر، ويعني اكتشاف بصراحة، يعني في إحساس مختلف تماما. التجربة في حد ذاتها استغرقت وقت قد إيه؟ التحضيرات حتى خرج الفيلم للنور؟ أعتقد أنه ظافر أخذ وقت كثير في الكتابة وإعادة الكتابة، وهذا اللي خلى السيناريو اللي وصلني أنا كممثل، اقترحني ظافر، اقترح علي ظافر الدور في مرحلة ما قبل التصوير، يعني في آخر مراحل، خلى الكتابة توصل إلى مرحلة من النضج الكبير اللي سهلت علينا الشغل وراحت علينا صعوبات، يعني روحت علينا الصعوبات اللي كنت تحكي عليها. فأعتقد أنه ظافر يعني كان عنده طاقة كبيرة في أنه يكون المخرج والمنتج والممثل الرئيسي في نفس الوقت، هذا شيء استثنائي، وأنا بصراحة يعني معجب جدا بالطاقة هذه اللي خليتني نتعلم منها كثير، واللي كان ممتع بصراحة شغل معه. التعامل مع ظافر كمخرج كان صعب ولا سهل ولا كان متحكم؟ مثل ما قلت لك يعني انه التعامل كان سلس جدا، لانه احنا ممثلين نفهم على بعض، فما فيش سلطه اخرى، المخرج وكانه مش موجود لكنه حاضر، وحاضر بقوه، الشيء ومنحاز كمان للممثل لانه هو ممثل، وهذا الشيء الاستثنائي اللي كنت نحكي عليه من الاول. تحياتي ليك. شكرا، الله يخليك.